شاركت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب في لقاء مفتوح نظمه مركز ويدرو ويلسون الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة عدد من السياسيين والباحثين الأمريكيين. واستعرضت رئيسة مجلس النواب تجربة المرأة البحرينية ومسار انتقالها من مرحلة التمكين والنهوض إلى مرحلة التقدم في جميع المجالات بفضل الدعم اللامحدود الذي حظيت به من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما توفر لها من بيئة محفزة وبنية مؤسسية متطورة وتشريعات متقدمة رسخت من مبدأ العدالة والتنافسية وتكافؤ الفرص بين الجنسين، توج ذلك ببلوغ المرأة البحرينية أعلى المناصب القيادية. وتطرقت رئيسة مجلس النواب للجهود النوعية التي قادتها صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ومن خلال حراك واسع تنمت من خلاله تطلعات المرأة البحرينية حتى باتت ركنا أساسيا من أركان العملية التنموية في مملكة البحرين. وأكدت معاليها أن العمل الوطني في مجال تعزيز دور المرأة اتسم بالحركية العملية وانطلق من مبدأ التنافسية والعدالة وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تمثلت اليوم ببيوت خبرة لها تميزها وريادتها على مستوى العالم، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة الذي يضم تحت مظلته قامات نسائية كفؤة. من جانبهم أكد المسؤولون والباحثون في مركز ويدرو ويلسون الدولي أن الاطلاع على تجربة مملكة البحرين وفي مجال تمكين المرأة جدير بالدراسة والبحث لما يشكله من مصدر إلهام للمرأة في العالم.